صدق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بعد تجويده ببعض التعديلات. وقد حظي مشروع القانون الذي يتوخى تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، حظي بموافقة 41 مستشارا ومعارضة 11 آخرين. وقال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في معرض تقديمه لمشروع القانون إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة سكان المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، وشدد على أنه حتى يتسنى للمغرب جلب استثمارات كبرى وشركات عالمية متخصصة في هذا الميدان، يتحتم تأهيل الترسانة القانونية الوطنية من أجل تقنين وتنظيم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، علما أن الاستعمالات غير المشروعة لهذه النبتة كانت وستبقى محظورة ومجرمة بقوة القانون. احنا في الفريق الاشتراكي بطبيعة الحال مع هذا المشروع المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لاعتبارات متعددة. الاعتبار الأول أن هذه الخطوة هي إدخال لهذا المجال اللي يعتبر من ممنوعات إلى دائرة القانون. المسألة الثانية أنه إدخال آلية جديدة للاستفادة من تواجد هذا النبتة بلادنا خلال الاستعمالات المشروعة المتوجهة إلى الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية بالأساس، وأيضا لنعيد الاعتبار لمنتجين في المنطقة من خلال تمكينهم من دخول مشروعة عن طريق التعاونيات وعن طريق الشركات التي تستغل في هذا المجال. لقد صوتنا بالإيجاب على مشروع تقنية القنب الهندي نظرا لما جاء في هذا القانون من مجموعة الفوائد خاصة للمزارعين الصغار، وكذلك خاصة للاستعمالات المشروعة التي غنخرجوا من هذه المادة. هذه المنطقة معروفة بهذه الزراعة. اليوم حيدنا ذاك الطابو وقررنا كمعارضة وكحكومة، ولكن نستغرب لمكونات الحكومة في الحقيقة اللي صوتوا ضد هذا المشروع القانون اللي فيه مصلحة للمغاربة وفي مصلحة للمزارعين. نحن صوتنا على قانون بالنسبة لتقنين زراعة القنب الهندي لأننا نحن مع الخروج من الضبابية إلى الوضوح بالنسبة للتعامل مع هذه العشبة ومع هذا، وخصوصا أنه الدراسات ديال المنظمة العالمية للصحة أثبتت على أن هذه العشبة يمكن استعمالها كمواد بالنسبة للصيدلة والقضاء على الآلام، وكذلك بالنسبة لمواد التجميل.